بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم، معكم المهندس حازم عبد الله، عقارك هنا للتسويق العقاري والتشطيبات. يا ريت اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. يلا نبدأ فيديو النهاردة. ده كده يا جماعة الشارع الرئيسي اللي متفرع منه الشارع اللي فيه الشقة بتاعتنا. الشقة بتاعت النهاردة سادس نمرة من الشارع اللي حضراتكم شايفينه ده. ده شارع 60 متر رئيسي، والشارع بتاعنا اللي فيه الشقة النهاردة عرضه 10 متر. ده كده يا جماعة شكل الشارع العشرة متر اللي فيه العمارة بتاعتنا، والعمارة هناك اهي لو حضراتكم شايفين اللي لونها اخضر كده، العمارة اهي من قدام. العمارة 8 ادوار، الشقة في الدور السادس، شقة الترا سوبر لوكس. طبعا انا عرضتها على حضراتكم قبل كده، ولكن النهاردة بنعرضها تاني، وتم تنزيل سعرها 50 ألف. تم تنزيل 50 ألف من سعرها. اول حاجة بيجي لنا باب مصفح تركي، بعد كده بنبدأ نخش الشقة بتاعتنا. الشقة عندنا فيها عداد كهرباء جديد كارت، وفيها غاز طبيعي. ده اول حاجة كده بنخش عليها ريسبشن، قطعتين كبار وممكن يبقى 3 قطع كمان لو حابب. تشطيب الترا سوبر لوكس. الشقة مساحتها 140 متر صافي، 3 غرف كبار وريسبشن زي ما حضراتكم شايفين، ومطبخ وحمام. اول حاجة هنشوف اول غرفة معانا، مساحتها تقريبا 4.5 في 5. ما شاء الله ال3 غرف بتوع النهاردة مساحتهم كلهم كبيرة، دي تعتبر المتوسطة 4.5 في 5. بتبص طبعا على الشارع العشرة متر اللي احنا طالعين منه دلوقتي. دي كده اول غرفة معانا. نخش بعد كده على تاني غرفة، دي تاني غرفة اهي، مساحتها تقريبا 4 في 4 او 24. والغرفة دي فيها بلكونة، عندنا الشقة دي فيها 2 بلكونة، دي في بلكونة من الغرفة من هنا وفي بلكونة من الريسبشن، هوريها لحضراتكم دلوقتي. نخش بس من الغرفة دي الاول على اول بلكونة معانا. دي اول بلكونة اهي، مساحتها تقريبا 1.5 متر في 5 متر او 4.5 متر. وطبعا من البلكونة دي بنقدر اننا نشوف الشارع الرئيسي اللي انا كنت جايبه لحضراتكم دلوقتي. اهو الشارع هناك اهو، احنا كده تقريبا سادس نمرة او سادس عمارة. ده الشارع الرئيسي اهو اللي انا كنت مصوره من تحت من شوية. وهنا كده البلكونة اللي هناك دي بتاعت الريسبشن، هنلف دلوقتي وندخل منها عشان اوريها برضو لحضراتكم. يعني الشقة تهويتها حلوة جدا، شوفوا الهوا ما شاء الله بيعمل في الستارة ازاي. مش هذكر حضراتكم، يا ريت اللي لسه ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصلك كل يوم جديد، وتقديرا للمجهود اللي احنا بنبذله تعمل لنا لايك. نبدأ نرجع نكمل باقي الشقة بتاعتنا. ده كده ريسبشن، هنا ده كده بيدخلنا على الغرفة التالتة والمطبخ والحمام. دي البلكونة اهي اللي بقول لحضراتكم عليها اللي هي في الريسبشن. طبعا الشقة مدفوع المصالحة بتاعتها خالصة تماما، مفيش عليها اي مديونية ومفيش عليها اي جنيه، المصالحة خالصة تماما. نخش هنا كده الغرفة التالتة. الغرفة التالتة دي تعتبر اكبر غرفة فيهم، تقريبا 5 في 5 او 5.5 في 5. يعني ما شاء الله شايفين غرفة النوم مش باينة فيها ما شاء الله، مساحة ممتازة جدا. وده برضو الشباك بيبص على الشارع الجانبي اللي بتشوف منه الريسبشن والبلكونة التانية. يعني 3 غرف وريسبشن شايفين الشارع.
تهوية الشقة كويسة جدا، الشقة اتجاهها بحري شرقي، اللي هو أفضل اتجاه بحري شرقي. نبدأ نرجع كده على المطبخ والحمام. ده كده الحمام اهو، ما شاء الله تشطيب الشقة ممتاز جدا، والمساحات بتاعتها روعة. الحمام واخد بانيو مرتاح جدا. نبدأ نرجع كده على المطبخ بتاعنا. ده المطبخ اهو يا جماعة، وده عداد الغاز فوق هناك اهو. ده عداد الغاز اهو. الشقة عنوانها شارع الهرم محطة الأريزونا. الشقة كانت معروضة ب650 ألف، النهاردة معروضة ب600 ألف فقط. تم تنزيل 50 ألف لسرعة البيع. أتمنى فيديو النهاردة يكون عجب حضراتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.